مرحبا، كيفك؟ يا شو قدمت اليوم؟ قدمت اليوم امتحان بي اينس او اس بي بمركز اللغات الحديث. تمام، كيف كان الترتيب والامتحان والاجواء؟ والله الأمانة كل شيء كان تمام، كل الامور مش سلاسة يعني الحمد لله. تمام ان شاء الله. شكرا. هلا مرحبا، كيفك؟ شو قدمت اليوم؟ بي اينس اند سيرتيفيكات بحث الماني بي وين او اس بي. ايه كيف كان الامتحان والاجواء؟ هلا لساني شوي متوترة، بتعب سفر وتجربة أولا مو سهلة، بس كثير كان الجو رهيب، كثير الشباب مريحين، حتى اللجنة اللي عم تراقب علينا كثير ناس رايقة. مرحبا، كيفك؟ يا هلا. شو قدمت اليوم كمان؟ اليوم قدمنا امتحان بي اين بمركز اللغات الحديث. بصراحة يعني كثير الأجواء كانت مريحة، القاعات دافية بشكل عام، يعني ما حسينا برهبة الفحص مثل ما كانوا يحكوا لنا قبل، وإن شاء الله خير. إن شاء الله موفق يا رب.